معايا ايضا دكتور ماجد فرج المؤرخ لتاريخ مصر الحديثه. دكتور ماجد، يعني وانت يعني بتعرف الاسره الملكيه وعندك مجلدات عن هذه الاسره، لما يكون في بونبونيرات مثلا من افراح الاسره الملكيه او حاجات من هذه القطع مهداه او غير ذلك، هل هنا دي بقى يعني هل دي كانت متداولة بين الأسر القريبة من الأسرة المالكة؟ كل الحاجات اللي كانت بتتوزع كهدايا مثلا في أفراح الأسرة المالكة زي البونبونيرات زي ما حضرتك بتقولي، دي موجود منها كتير وموجود منها درجات. في بونبونيرات مثلا معروفة ذهب، وفي بونبونيرات أقل منها شوية فضة لنفس المناسبة، وحاجات كتير من دي كانت بتتوزع كتذكارات للأفراح وللمناسبات دي، بس عمرها ما كانت معاها شهادة ولا فاتورة أكيد يعني. فمسألة طبيعية أن يكون العائلات القديمة والعريقة تكون عندها الحاجات دي، بالإضافة إلى أن في ناس من العائلات دي باعت الحاجات دي في زمن من الأزمنة في محلات الأنتيكات، وده مش ما ظنش أنها حاجة مش مشروعة. واللي اشتراها احتفظ بيها وعادي حطها في النيش وبقى يعني يتفرج عليها كشيء جمالي. وانا شايف يعني مثلا دلوقتي قدامنا بونبونيرات، مجموعه بونبونيرات على الشاشه، مش شايف فيها اي حاجه غلط يعني خالص. انا مش شايفاها حتى يعني مختلفة، يعني شفتها عادية، دي مفروض ان دي زي علب سافري يعني مفروض، بس يعني احنا برضو مش عارفين، او بونبونيرات فضة او كوبا، يعني انا شفنا زيها كتير يعني مش حاجة. وفي بيوتنا كلنا حاجات من دي عادية ما بالظبط يعني مش شايف انا مش عارف الفرقعة الاعلامية اللي حصلت على الحدوته دي. حتى لو في بينتينجز، حتى لو في لوحات مثلا لفنانين مميزين، هو في بيت في مصر ما فيهوش بينتينجز، خصوصا على البيوت القديمه يعني فيها بينتينجز ذات قيمه عاليه جدا وتتوارثها الاجيال، وعمر ما حد فكر انه يجيب لها وصل ولا فاتوره. فدي مساله طبيعيه. وبعدين انا سمعت في التقرير الاولانيه ان في نياشين، وانا مش شايفه ان نياشين خالص في لا، هو في نيشان واحد اظن اتوجد اللي هو موجود في الصوره، اللي هو نيشان جد المستشار اللي هو موجود، اللي هو كان وزير الحقانيه، وبالتالي كان عنده النيشان ده، والنيشان موجود توارثه عن يعني اكيد مش هيودي النيشان المتحف، يعني النيشان بتاع جدي هوديه المتحف ليه؟ هخلي النيشان في بيتنا، ده تذكار لعيالي اقول لهم جدكم كان هذا الشخص المهم في هذا العصر. وعموما برضه عشان حضرتك تكوني عارفه، اي حد خد نيشان من الدوله المصريه بيكون مثبوت في الدفاتر بتاعه قصر عابدين، يعني سرايا عابدين في دفاتر بتثبت كل النياشين اللي اتخذت وكل الرتب الممنوحه، زي مثلا بهويه الدرجه الثانيه، بهويه الدرجه الاولى، بشويه، كل الحاجات دي ليها دفاتر وليها سجلات، مش فوضى هي. وهو الفكره انه ما سرق، يعني لو في حاجه سرقت فهي ايضا مسجله وبيتقال ده سرق. وهنا بقى القصه، لو في حاجه مسروقه ووجدت في المكان ده او في اماكن اخرى، هي دي بقى القصه. ما حدش بلغ عن سرقه حاجه من دي اساسا، عشان يعني ما فيش بلاغ السرقه، ده صدفه، فتحوا الشقه لقوا فيها التحف. دي مسألة يعني أنا مستغربها جدا. وعموما يعني لازم نعرف برضو أن سنة 54 تم بيع كم كبير جدا من مقتنيات الأسرة المالكة ومقتنيات قصور المالكة، واتباعت للعامة. لا، وغير كده يعني اي حد بينزل صالات المزادات في مصر ومحلات الانتيكس في مصر بيلاقي قطع لها علاقه، محطوط عليها التاج، بيلاقي قطع كثيره بتتباع عادي في محلات، ودي معظمها اتباعت سنه 54 في المزادات المشهوره بتاعت قصر الاوبرا، وليها كتالوجات من صادبي كانت عامله، اللي كانت ماسكه المزادات ديت، وكانت عامله كتالوجات بالحاجات دي كلها، وموجوده في كل حته، وناس كتير بتشتريها وتتداولها. طبعا في حاجات اتسرقت مفيش شك، بس هنعرف منين الفرق؟ من يعني هنميز فنجان عليه او طبق عليه تاج
مسروق ولا طبق عليه التاج. وصعب جدا انه صاحب الشيء يبقى بيثبت انه انا اشتريت ده من المزاد الفلاني او من الكلام ده في وقت ما كانش فيه لا وصولات ولا غير ذلك. ودي مش جزء من 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 يعني طريقه حياتنا ان احنا نشتري حاجه ونحتفظ بالوصل بتاعها. يعني ما هيش حاجه من العادات المصريه يعني. ممكن اشتري حاجه احطها، وخصوصا انا احطها في بيتي، انا مش هشتريها عشان ومش هبيعها، اتاجر فيها. بالظبط. بشكرك دكتور ماجد فرج المؤرخ ولتاريخ مصر الحديثة. هنا أنا بس بطمن على الملكية الخاصة تاني، لأنه ناس كتيرة خافت على حاجتها، على ما توارثته من إحنا عندنا أسر كثيرة عريقة تصل إلى الأسرة العلوية، وعندنا أسر في اسكندرية، وزي ما قلت لكم عندنا أسر في الصعيد، وعندنا مقتنيات أنتيكس في بيوت كتيرة جدا. فعشان كده يعني في يعني القصة لا كنز علي بابا ولا كده، أو ربما ما يثبت عكس ذلك، ولكن اللي يهمني في هذه القصة هي الملكية وتعريف الأثر وتعريف الملكية، وكمان اللوحات. يعني بما أن أنا بحب اللوحات جدا ومهتمية بيها، اللوحات إيه هو اللوحة اللي هي يعني ما فيش لوحات من دي، يعني اللوحات دي بتشترى، يعني حتى لو لمين هي لوحات مشترى. في بيوت كتيرة فيها لوحات من أجمل اللوحات، يعني في بيوت فيها محمود سعيد، وده اعظم حاجه بقى، يعني عايزين تتكلموا احسن، انا في رايي انه احسن كتير لفان جوخ ولا اي حد تاني، ده محمود سعيد يعني موجود في بيوت مصريه.